الجلسة العلنية التي يترأسها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبدي جاءت لعرض وتنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الوطني الانتقالي الذين تم اختيارهم مؤخرا بمرسوم رئاسي وقع عليه رئيس الفترة الانتقالية الفريق محمد إدريس ديبيتنو والبالغ عددهم 105 مستشارا. واستهلت بقراءة مرسوم تعيينهم من قبل أمين الجلسة المستشار الوطني ألادوم جرما بلتزار. وبعدها قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبدي إنه بقراءة هذه القائمة فإن المستشارين الوطنيين المعينين حديثا نصبوا رسميا ومن الآن فصاعدا تنطبق عليهم كل الامتيازات البرلمانية، وبالتالي سيزاولون عملهم التشريعي بكل أريحية ولهم الحصانة البرلمانية. وذكر الأحداث التي شهدتها البلاد منذ وفاة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو إلى إنعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي اعتبرت مخرجاته دفتر مهام لتسيير المرحلة الثانية من الانتقال السياسي لتشاد، وأوضح لهم كيفية العمل بالمجلس الوطني الانتقالي وما يجب فعله أثناء الجلسات العلنية. وقال بصفتكم مستشارون وطنيون لتشاد وليس لمناطقكم أو قبيلتكم، يجب عليكم الالتزام الصارم بالنظام الذي يفرض ومعمول به في المجلس كالاحترام بين الأعضاء والتوافق في اعتماد القوانين والتشريعات وغيرها من القرارات التي تحدد مصير البلاد والمواطنين. وطلب من كل عضو جديد حسب خبرته الانضمام إلى مختلف اللجان المشكلة في المجلس الوطني الانتقالي والمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق الرفاهية للسكان، لينصب بعض الأعضاء 105 الجدد للمجلس الوطني الانتقالي. بعد تنصيبهم رسميا صباح هذا الاثنين 14 من نوفمبر، شرع المستشارون الوطنيون 105 الجدد إلى جانب 93 القدامى في مناقشة مشروع قرار يقضي بإنشاء لجنة خاصة مكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي. وعرض المقرر العام للجنة السياسات العامة بالمجلس ملخص مقترح مشروع اللائحة الداخلية الذي يتضمن 8 مواد يشمل إنشاء اللجنة واختصاصها ومصدر تمويلها وموعد تقديم تقريرها النهائي، بالإضافة إلى التفويض الممنوح لرئيس المجلس الوطني الانتقالي لإكمال التشكيل الفعلي للجنة الخاصة المكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي، ليفتح بعدها المجال للمستشارين الوطنيين للتداول والمناقشة حول محتوى اللائحة وتعديل بعض نصوصها والأخطاء الواردة، مع الالتزام بترجمة جميع الوثائق التي تطبع باللغتين الرسميتين للدولة. ليوجه بعد تلك المداخلات رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبدي الأمانة العامة للمجلس بأخذ جميع التعديلات بعين الاعتبار. ومن ثم تم اعتماد مشروع قرار إنشاء اللجنة الخاصة التي حددت لها فترة 15 يوما لتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس الوطني الانتقالي.